الملعب لتشجيع الفريق والشد من ازره قبل هذه المباراه الهامه من اجل التسعه يا اهلي. معي عينات من جماهير النادي الاهلي. في البدايه برحب بيكم وبقول لكم يعني ان شاء الله بدايه رحله موفقه، لكن الفكره في حد ذاتها انك تسافر من القاهره لبرج العرب، بتجمعوا بعض ازاي وبتسافروا ازاي؟ عادي، ما نجمع اصحابنا ونحجز وكده وبعدين نسافر. بس بتكلفك الرحله كتير؟ عادي، كله في حب الاهلي، عادي مش بتفرق التكلفه ايا كان المبلغ، اهم حاجه نلف. حساس في ناس فيها مطبقه بقى لها يومين ما نامتش وكذا يوم عشان تعرف تروح الماتش، كان الماتش بدري وكل حاجه. عندك امتحانات؟ اهو ودي كمان عيش. انا ثالثه ثانوي انا ثالثه ثانوي طالب في ثالثه ثانوي عندهم حد ورحت كل المتوش ورحت الماتش اللي فات برضه عادي، ما تفرقش معايا. عايز اعرف منك الاول احساسك بالمباراه وتوقعاتك للماتش ايه؟ ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 او 2-0. المباراه صعبه؟ صعبه، بس الجمهور في جمهور مستسهله بعد الماتش، بس هو الماتش صعب. بس مش عايزين ثقه زي ده ولا حاجات من دي. الثقه بعد ماتش النجم والسته ممكن تنعكس النهارده بشكل ايجابي؟ لا، ممكن تنعكس بشكل سلبي. بس ان شاء الله لعيبه الاهلي رجاله ويعملوها، هنحسمها من هنا باذن الله. شخصيه لاعب الاهلي مش ما بقاش عنده ثقه زايده، عشان هو بيبقى لابس فانيله النادي الاهلي عادي. سته في ماتش النجم الساحلي النهارده ممكن تقرر، ولا شايفها لا مباراه الوداد مختلفه؟ انا شايف ان شاء الله ممكن نكسب 3 أو 4. الاهلي كعبه عالي اليومين دولت، وان شاء الله نكسب نتيجه كويسه تريح في ماتش العوده. عندك كام سنه؟ عندي 21 سنه. عندك دراسه ولا عندك شغل ورايح ازاي؟ ايه؟ انا سايب الدراسه بتاعتي وسايب الشغل برضه عشان الاهلي، كل عشان خاطر الاهلي يهون يعني. وانت برضه كمل بس كم ان شاء الله هنكسب 2-0. تعالى برضه انا عايز اعرف انت رايح انت وابنك صح؟ اه انا وابنك. اه انت منين؟ من القاهره ولا منين؟ لا انا من محافظه قنا. اه كيت المسافه من قنا للقاهره والسفر مع الجماهير. والسفر مع الجماهير ان شاء الله باذن الله. زي دي شايفها طويله صعبه عليك ومكلفه ولا شايفها ازاي؟ لا بالعكس، جميله جدا، لان حاجه بنحبها، شيء رائع، نادينا العظيم اللي احنا بنحبه، اللي متمناه يكون احسن نادي في الكون بالفعل ان شاء الله رب العالمين. وجايب ابنه اهو وحرمه من المدرسه علشان خاطر يجي الماتش، وما نامش من امبارح لغايه النهارده اهو ما نامش عشان نروح الماتش اهو، نوصل المسافه دي كلها ان شاء الله. سايب شغلك وكل حاجتك عشان تشجع الاهلي؟ حاجتي واهلي، وسايب بيبو اهو صغير، مسميه بيبو على اسم كابتن بيبو، اه على اسم محمود الخطيب، علشان نشوف الماتش ان شاء الله باذن الله. طيب قول لي توقعاتك للماتش ايه؟ ان شاء الله باذن الله 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين 3-0 باذن واحد احد ان شاء الله. طيب قول لي انك مبسوط وانت رايح الماتش؟ اه. ليه مبسوط بقى؟ عشان انا اروح الماتش، وعمري ما رحت مصر، وعمري ما رحت مصر ولا شفت ماتش فيه. طيب حافظ اناشيد الاهلي؟ اناشيد فريق كبير، بس فريق كبير، فريق عظيم، فريق كبير، فريق اديله عمري وبرضه قليل. بشكرك جدا يا فندم، شكرا جزيلا. برضه عايز اعرف، تعالى قول لي انت رايح الماتش، انت عندك كام سنه؟ 17 سنة. يا انت نسيت ولا ايه؟ 17. الرحله بالنسبه لك شايفها ازاي؟ لا عادي والله. بتصحى من امتى وبتحضر نفسك ازاي؟ صاحي من الساعه 5. وجاي هنا الساعه 6 عشان اروح الماتش وكده. في ناس ما نامتش برضه. الرحله كلفتك كام مثلا؟ مش حوار فلوس، انا رايح عشان الاهلي بس. القصه بالنسبه لكم مش فلوس، انك بتشجع الاهلي وبس. اه تمام. الماتش شايفه ازاي؟ هيبقى في ضغط كبير قوي من لعيبه الوداد، وهيحاولوا يستفزوا اللعيبه كتير قوي، بس الاهلي هيكسب ان شاء الله 3-0. هل الاهلي قادر على حسم المباراه هنا؟ ان شاء الله. يعني ان شاء الله نكسب 2-0. انا نكسب 2-0. اتمنى نادي الاهلي ياخد البطوله دي، نادي القرن يشرفنا وكل شايفنا وكل العالم، عشان ده عشان يبقى احسن حاجه عملناها، عشان دخلنا كاس العالم، عشان دخلنا كاس العالم، يبقى كمل بالمره ان شاء الله يا رب. وندعو كل المصريين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله 2-0 ان شاء الله بمشيئه الرحمن، واحنا كلنا مع رب ان شاء الله مع الاهلي ان شاء الله. يا جماعه حب الاهلي ملوش مثيل، حب الاهلي ملوش اي مقارنه في اي مكان في العالم. هتلاقي الناس بتحب النادي الاهلي وبتعشق النادي الاهلي بهذا الشكل. شوفوا قد ايه الدعم، قد ايه